مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من اهلا بالاصحاب. مثل كل حلقة في عنا كتير فقرات ودايما نبلش بالفقرة يلي هي عن التصرف الحسن. اليوم يا اصحابي رح بحكي عن الاعتناء بالاسنان، لكن لازم غسل اسناني على القليلة 3 مرات بالنهار. تغسل اسناني لازم استعمل فرشاة الاسنان واكيد دواء الاسنان، وما تنسوا من بعد ما تغسلوا منيح اسنانكم بدواء الاسنان لازم تستعملوا المي وتبزقوا دواء الاسنان. اهلي هن بيقدروا يضعوا لي دواء الاسنان على فرشاة الاسنان لانه ما لازم ابدا كتير كتير من دواء الاسنان. وانا نصيحة مني لقلكن انه ما لازم ابدا تاكلوا سكر قبل ما تناموا، من هيك وقتها بتكون تفرشوا اسنانكن ما لازم من بعدها انه تاكلوا ولا اي شيء. ولازم دايما تعملوا تشيك اب عند طبيب الاسنان وتتاكدوا انه ولا سن عندكم مسوس. قصتنا لليوم بتحمل عنوان التثلج مع صديقي فؤاد. هيدي القصه بتصير بفصل الشتاء. خلال فصل الشتاء الكثير كثير من الاشخاص بروحوا على جبل تيمارسوا رياضه التثلج. واليوم طارق سيزور صديقه فؤاد، اثنيناتهم سيمارسان رياضة التذلج. لما وصل طارق عند فؤاد على الجبل كان في كتير كتير أشخاص ناطرين دورهم تيبلشوا رياضة التذلج. وبلش فؤاد يقله لطارق لبعض الإرشادات الوقائية خلال التذلج، بس طارق ما كان مهتم كتير للإرشادات، كان همه إنه يبلش يتزلج على الثلج. بس فؤاد ذكره كتير منيح لطارق إنه ينتبه كتير خلال التزلج، لأنه إذا ما انتبه للإرشادات معقولة يقلب ويأذي حاله. بس فؤاد ما اهتم كتير لكل الكلام يلي قاله يا صديقه وقلب، بس نشكر الله ما أذى حاله. وأكيد اتعلم طارق بأنه من المهم كتير تطبيق الإرشادات الوقائية إذا طلع يتزلج على الجبل أو نزل على البحر تيسبح. بفقرتنا التالية بسينة أو كلب، اليوم يا أصحابي رح نحكي عن طائر اسمه الكوزال. الكوزال هو من أجمل الطيور الموجودة على الكرة الأرضية، والكوزال بيتمتع بالريش تبعوله يلي مؤلف من ألوان كتير حلوة، وكتير هالألوان بتعطيه شكل كتير حلو لهيدا الطائر. بالغابات الاستوائية وبالجبال يعيش هذا الطائر، وأكيد اعتبروه القدماء من حضارة المايا إنه طائر مقدس. بيأكل طائر الكوزال الحشرات والفواكه. بعد ميلاده ب3 أسابيع بيقدر هيدا الطائر إنه يطير، وبعد 3 سنوات بينمى عند الذكر ذيل كتير طويل مؤلف من ريش، وهيدا الريش كتير جميل. بيحفر العش تبعوله طائر الكوزال بقلب جذع الشجرة، وللأسف طائر الكوزال يعتبر من الطيور المهددة بالانقراض. بكل حلقة صديقنا بوبو بيطرح علي سؤال، واليوم صديقنا بوبو عم يطرح علي هيدا السؤال: كيف الطائرة تطير؟ أكيد بحب فسر له لصديقنا بوبو وأكيد لكلكن إنه الطيارة فيها عدة موتورات أو محركات. هول المحركات هن المسؤولين تبعول الطيران للطائرة. فتخيلوا يا أصحابي إنه بالطيارة في 3 موتورات، أو منها بتوصل لطيارة فيها 5 موتورات هي يلي بتحمل الطيارة بالضغط بقلب السماء. وأكيد بالطيارة في عدة مكانات هي المسؤولة عن الطيران تبعول الطائرة،
والضغط يلي بتصدره الطائرة كمان بيساعدها للطيران. وشكلها للطيارة كمان له دور كتير كبير للطيران تبعو الطائرة. رح اتعلم شي جديد اليوم يا أصحابي. رح نحكي عن لغة المورس أو شفرة المورس. شفرة المورس هي شفرة مؤلفة من أحرف، وهالأحرف بتساعدنا لإرسال معلومات تلغرافية من مكان لمكان آخر من خلال استخدام أصوات سريعة أو قصيرة بتعبر كل صوت عنا عن حرف أو رقم. رح بعطيكم مثل. مثلا حرف الآ بلغة المورس هيك بتكون، بينما حرف الب بيكون هيك أطول بعدين ثلاث مرات ورا بعضهم سريعة. مثلا رقم 5 هي 5 مرات أصوات سريعة، لكن هول الأصوات مننقلهم من مطرح لمكان كتير بعيد بيتشفروا، هيك منعرف الرسالة يلي عم بقولها شخص لشخص تاني. أكيد اخترع هيدي هالأبجدية إذا بتكون أو هالشيفرة شخص اسمه مورس سنة 1840، وكانت ببدايتها تستعمل بالراديو لإرسال الرسائل من مكان لمكان تاني من بلد لبلد تاني، وهالاتصالات كانت عالية السرية. من هيك كانوا يستعملوا حرف المورس لأنه كانت هالاتصالات سرية جدا. بالفقرة الأخيرة من برنامجنا يلي هو دايما السؤال يلي بطرحه، ماذا لو؟ واليوم سؤالنا ماذا لو اتصل أحدا على هاتف منزلي ولم أعرفه. اتصل حدا، رن التليفون تبعه للبيت ورديت على التليفون بس ما عرفته لهذا الشخص. أولا بقدر أسأله بكل هدوء واحترام مين عم يحكي، وأكيد هذا الشخص المتصل أكيد اللي حبيقل لي اسمه، ويمكن هذا الشخص المتصل هو صديق للبابا أو أحد أصدقاء الماما أو أحد أصدقاء العائلة، فمن هيك لازم بكون عم رد عليه بكل احترام. وبعض الأحيان في أشخاص بيتصلوا بكونوا متغلبطين بالرقم، من هيك لازم رد على هذا الشخص بكل احترام وأكيد بقله أنه الرقم يلي متصل فيه غلط. والأهم بكل هذا الموضوع أنه لازم اتواصل مع هذا الشخص بكل احترام، وإذا هذا الشخص قال كلمة منا حلوة أو قال لي شيء ما عجبني أكيد بقدر خبر أوام البابا أو الماما، وأكيد هن بيقدروا يردوا على الاتصال ويسألوا من هو هيدا الشخص. بنهاية حلقتنا أنا كتير تسليت معكم، وإن شاء الله أنتو كمان تسليتوا واستفدتوا، وإذا الله راد بلاقيكم بحلقة جديد. الله يكون معكم. We'll be right back.